يشهد اليوتيوب زخم وازدحام كبير حول العالم، فهو ليس فقط عالم لمشاهدة والتفاعل حول الفيديوهات، ولكنه بمثابة منصة تشكل مصدر دخل للعديد من الأشخاص والتسويق لمنتجاتها وخدماتها عبر اليوتيوب، حيث هنالك من يصل دخله الشهري إلى آلاف الدولارات. هل تريد النجاح في اليوتيوب؟ هل تريد أن تجعل قناتك ناجحة؟ قناة مجلة الأسرار تخصص لكم برنامج لتعلم منشئ المحتوى كيف ينشئ محتوى جيد وراقي. تابعوا معي. أنا أخوكم سعيد من المغرب، أشارك معكم تجاربي والمعلومات التي أتوصل إليها خلال دراستي للنجاح في اليوتيوب. النجاح في اليوتيوب ليس بهذه السهولة، لكن النجاح في اليوتيوب ليس بتلك الصعوبة. عليك فقط أن تعلم شيء للنجاح في اليوتيوب، وهو أن تعمل بشكل ذكي. يجب أن تكون مبدع. اليوتيوب مكان للعمل وكذلك مكان للمتعة، لأن اليوتيوب إن بحثت عليه في أليكسا سوف تجد أنه من أكبر المواقع التي تحصل على أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين والزيارات حول العالم. اليوتيوب معجزة في عالم التكنولوجيا. يمكنك أن تصنع جمهورك، يمكنك أن تسوق لمنتوجاتك، يمكنك أن تسوق لمنتوجات الآخرين وربح آلاف الدولارات. يمكنك أن تصبح شخص مؤثر. هاشتاغ creator for change، هذا شعار في اليوتيوب. اليوتيوب إن أردت أن تبدأ فيه، حقا أنا أعلم أن الكثير من المتابعين أو المشاهدين لهذا الفيديو سوف يكونون من منشئ المحتوى أو أشخاص يريدون أن يبدأوا في إنتاج الفيديوهات. إن أردت أن تنجح في اليوتيوب ولكون صريحين، لا تنظر في اتجاه المال. لكي نكون صريحين، لأنك إذا تبعت المال وتقول أوه سوف أدخل إلى أدسنس اليوم كم ربحت، وتجد أنك ربحت، تجد فقط دوائر 0.00001، أصبحت غني. إن أردت حقا أن تنجح في اليوتيوب عليك أن تعمل بشكل ذكي. حقا أنا أتحدث الآن بشكل معقول، وكنتحدث بالمعقول كما كنقول، دخلنا دابا المعقول. إذا بغيتي تنجح في اليوتيوب كيخصك أنك تكون ذكي، تخدم بذكاء، تقوم بدراسة استراتيجيات التسويق. نعم، أنا واثق أن هناك الكثير من المتابعين لديهم قنوات سواء ثقافية أو كذلك تقنية. كيفما كانت قناتك، يجب عليك أن تركز على مجموعة من الأمور في فيديوهاتك. من بين هذه الأمور الناجحة التي تجعل قناتك ناجحة هي التركيز على حل المشاكل، التركيز على ما يبحث عنه الناس. الكثير منا يدخل إلى الإنترنت بدون استثناء ويبحث عن حل لمشكلته، لكن عليك أن تكون أنت في الخلفية في الكواليس، توفر حلول للناس لكي تستقطبهم لفيديوهاتك. هذه واحدة من الكثير من الطرق لجلب المشاهدات والمشتركين وجعل القنوات كبيرة. الطريقة الأخرى التي أنصح بها بشدة وهي أن تستقطب أو تستهدف المواضيع الشائعة أو الأحداث التي تعمل ضجة في المكان الذي تستهدفه. مثلا تستهدف الخليج أو المغرب العربي، فعليك أن تستهدف الموضوعات التي هي منتشرة بكثرة ويبحث عنها الناس كالأخبار على سبيل المثال. كانت هذه بعض الأمثلة للمواضيع التي عليك أن تهتم بها التي ستجعل قناتك ناجحة بإذن الله. شكرا لكم، أتمنى أن تكون هذه حلقة قد أفادتكم. إن كان ذلك فعلا ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو لكي تعم الفائدة. شكرا، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. أدعوكم إلى الاشتراك بقناتي وتفعيل جرس التنبيهات للحصول على المزيد من الحلقات. بغيت نقول لكم تابونا في القناة وتكليكيو على زر الجرس اللي كيبان لكم، حيت شو كده غادي تعاونونا مزيان ملي غادي يوليو عندنا بزاف ديال لي زابوني، وبارطاجيو لا فيديو وديروا الجيم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب لو عايزين توصلكم فيديوهاتنا أول بأول، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.